يا أهلا بيكم، معكم محمد فتحي من قناة كود تو ستارت، وبنكمل كورسنا The Ultimate Flutter Course Part 1. النهاردة إن شاء الله هنبدأ بجزء خاص للمبتدئين من الزيرو. أي حد عاوز بقى يدخل المجال أو يدخل مجال البروجرامينج أو يتعلم بقى سواء ويب أو يتعلم فلاتر أو يتعلم بقى البروجرامينج بشكل عام، محتاج يعرف إيه؟ ده للناس اللي هي لسه ايه بتقول بسم الله وسمع حد بيقول له المبرمجين او مرتبات المبرمجين كويسه او شغل المبرمجين ده شغله كويس، فهو خلاص عاوز يدخل المجال ده على طول، مجرد ما سمع حد بيتكلم او حد قال له او اتعرف على صديق ليه شغال مبرمج فهو عاوز يدخل مجال البروجرامينج. فالاول بنقول له ان انت تقدر تكون مبرمج محترف، يعني انت راجل ما عندكش اي خبره خالص وعاوز تكون، لا انت ممكن تكون مبرمج وتنافس كمان ان شاء الله وتبقى منافس على المستوى العالمي، وده حقيقه تقدر. وعندنا ناس من العرب عرب كتير جدا بينافسوا وعملوا شغل عالي جدا، يعني انت يعني عادي جدا تبقى ما حدش احسن مننا يعني في النهايه في الاخر يعني، فممكن تبقى انت افضل من اي شخص موجود. طيب ازاي بقى الكلام ده؟ اول حاجه احنا محتاجين نقولها ان انت محتاج الاول تعرف انت عاوز ايه، يعني مش مجرد ان انت سمعت حد بيقول لك البروجرامنج ده شغال كويس والناس الديفلوبر دول مرتباتهم بالمليارات او ايا كان بقى ايه الرقم اللي انت سمعته يعني، فانت على طول عاوز ايه تدخل في المجال ده. الاول لازم تعرف البروجرامنج، يعني انا يعني افضل ان انت تشوف يعني تشوف كود مكتوب قدامك، يعني تشوف بروجرامنج اي كود مكتوب قدامك، تشوف فيديو، تشوف الكود، لان في ناس ما شافتش كود قبل كده ودخل المجال وحجز كورس وهو للاسف ما شافش اي كود بيتكتب قدامه، ما يعرفش يعني حتى كلمه كود، ده اساسي يعني عادي، بس انت كنت المفروض ان انت تشوف حتى فيديو بواحد بيكتب كود، بس ده اللي احنا عاوزينه. ليه بنقول كده؟ لان انا بعض الاوقات وانا شغال محاضر في كورسات يعني، فكان بيجي لي طلبه هو بقول له انت جاي ليه الكورس، فهو بيقول انا جاي اعمل برنامج اوبر وكريم، برنامج زي اوبر وكريم بالنص كده. طيب هو معتقد ان هو هيلاقي البروجرامنج ده، هو اخد كورس قبل كده فوتوشوب او اخد كورس من اللي هو الكورسات الايه الثري دي ماكس او اللي هي فاهمني واللي هي معتمد على اليو اي، تختار قائمة فايل وتختار مش عارف منها ايه وبعد كده نيكست، فهو جاي معتقد ان هو هيروح هيفتح الفوتوشوب او هيفتح برنامج يعني زي الفوتوشوب برنامج يو اي او زي الثري دي ماكس ويقول له نيو فايل نيو اوبر او نيو كريم ونيكست نيكست فينيش، خلاص على كده خرج له البرنامج، هو جاي في تصوره. فاما يقعد بقى يشوفك بتكتب كود وهو مش مدرك للكلام ده ومش حابب كتابة الاكواد، فده احنا بنقول يا ريت تفضل تبص، هتلاقي ان انت عندنا مجالات كتيره، منهم مجال البروجرامنج ممكن تختاره ويكون بيناسبك او انت بتحب المجال، هو ده القصه اللي انا بقول عليها او الموضوع، ان انت لازم تحب المجال على اساس ايه تبدع فيه عشان تبقى بروفيشنال وتنافس، فانت لازم الاول يكون عندك حب للمجال بشكل كبير. طيب احنا عندنا مجال البروجرامنج، فانت لازم تعرف يعني ايه كود، تشوف واحد بيكتب كود، تشوف فيديو بس كده تعرف ان هو الموضوع انت لازم تكتب كود عشان يبقى في برنامج، ده اللي انا عاوز ايه نصل ليه. طيب في عندنا مجال الجرافيكس، هتلاقي في ناس كتيره جدا، مش كل مثلا اللي دخل حاسبات ومعلومات اتخصصوا في مجال البروجرامنج، لا في ناس اتخصصت في الجرافيكس وفي ناس اتخصصت في النتوركينج وهكذا، فعشان كده هم شافوا كل الحاجات قدامهم وبدا يختار المجال اللي هو بيحب المجال معين فبدا يدخل ليه. انا طبعا مدي اختصارات يعني بختصر بشكل شديد جدا كبير جدا، فانت اللي انا عاوز اوضحه ان انت مش ممكن ما يكونش مجال البروجرامنج هو انسب مجال ليك، ممكن يكون انت في مجال الجرافيكس واليو اي والرسومات والكلام ده افضل بكتير من المجال البروجرامنج، ممكن يكون مجال النتورك يناسبك بشكل اكبر وهكذا. طيب انت بقى اخترت مجال البروجرامنج ودخلت فيه، يبقى محتاجينك تكون عندك صبر او بيشنت، يعني تكون صبور وتكون كمان عندك حافز، يعني اول حاجه ان انت هتتعلم كتير وهتلاقي طول ما انت شغال في تكنولوجي بتظهر جديد، فانت محتاج تقرا وتتعرف على التكنولوجي الحديثه باستمرار، فبالتالي هتلاقي ان انت حياتك كلها انت يعني عندك شغف وعندك حب ان انت تشوف ايه الجديد وفي مشاكل بتقابلك تاب وتسيرش والكلام ده، فيكون عندك صبر في التعلم، مهم جدا يا شباب صبر في التعلم، التعلم محتاج تبقى انت صبور،
مش كل اللي مثلا اخد كورس معين بقى حصل على نتيجة حلوة، او لا، اللي صبر وبقى عنده صبر وبيكتب وعنده صبر ان هو يقعد على الجهاز ويقعد يفرد مثلا ساعتين ثلاثة يوميا بشغال، هو ده اللي في النهاية بيحقق ناتج. زي بالظبط اللي دخلوا ثانوي عام، مش كل اللي دخل ثانوي عام اتخرج بقى طبيب او بقى مش عارف ايه، لا، احنا ما عندناش يعني وظيفة افضل من وظيفة، لا، احنا بنقول كل حاجة واحد، بس بنقول مش كل اللي دخل ثانوي عام جاب مثلا 98%، لا، اللي اجتهد هو اللي جاب. وانت كنت ممكن لو انت جبت، لو انا مثلا او انت او اي حد جايب رقم ضعيف جدا، يعني هنقول مثلا 70% او ايا كان، اللي جايب 70% ده هو زي اللي جايب 98% او جاي اللي جايب 99، هو بس في صبر شويه، هو ده صبر وذاكر، وانما ده ما كانش عنده صبر ان هو يقعد، وكان عاوز يلعب، عاوز يخرج، عاوز مش عارف، انما ده صابر وقاعد بيذاكر وبيجتهد. فهي الفكره ان احنا كلنا واحد، مفيش حد اذكى من حد، هي بس فكره في ان انت بتصبر على التعلم، هو ده النقطة اللي احنا عاوزين نقول نوضحها. النقطة التانية الأخيرة ان انا محتاج اتكلم عليها، ان مجال البروجرامينج هو المجال القادم. يعني احنا هنا بالنسبة لمصر مجال السوفت وير ده، وبالنسبة للعالم كله، هو دلوقتي التكنولوجي كلها خلاص بتتجه ناحية السوفت وير. يعني انت هنا شوف دلوقتي معظم هنا الحكومة هتكون ان شاء الله الفترة الجاية كلها متسيستمة او سيستماتيك، يعني هتلاقي كل حاجة دلوقتي الضريبة الالكترونية داخلة في كل حاجة اجباري، فهتلاقي السوفت وير دلوقتي داخل في كل حاجة ان شاء الله الفترة الجاية هتكون السوفت وير داخل في كل، فهتلاقي افكار كتيرة جدا بدأت تبقى عندك فكرة معينة عاوز تبدأ تنفذها، فهتلاقي ان كل حاجة بقت سوفت وير، بقت ابليكيشن، فهتلاقي خلاص بقى انت جاي في الاي اي الفترة الجاية، او فهتلاقي ان انت يعني كل حاجة دلوقتي بقت محتاجة ان هي تبقى معمولة بشكل سيستم، فهتلاقي خلاص ان انت محتاج لو عندك زي ما بنقول فكرة تقدر تستغلها وتنقلك ان شاء الله نقلة، ايه، نقلة تاني، او ان انت تشتغل هتلاقي فيه فرص كتيرة جدا موجودة. مش عاوز بقى الفيديو بقى اطول من كده، ونشوفكم ان شاء الله في المحاضرة القادمة.